لم تكن عائلة مالجي تعتقد يوما أن الحياة ستنتهي بها هنا تحت هذه الأنقاض. هنا حيث هذه الأتربة لفظ 5 أشخاص من عائلة واحدة آخر أنفاسهم. قطرات من المطر هذه كانت كافية لتهدم البناية على رؤوس قاطنها. الحصيلة النهائية لحادثة الانهيار هي 5 وفيات، رجلين، طفلين وامرأة، عمرتهم تختلف، تتراوح بين ربيع تقريبا 3 أشهر، 7 سنوات، 36 سنة، والامرأة عندهم في سن 30، وشخص آخر في الأربعينيات. 2 كانوا تم انتشالهم صباح اليوم، وثلاثة آخرين من العائلة الأخرى تم انتشالهم تقريبا بعد العصر. الوالي زوغ حضر إلى مكان الحادث للوقوف على الأضرار، فكان هذا رد السكان. ومصير مماثل لاقاه رئيس البلدية. مصالح ولاية الجزائر أصدرت بياناً تبرئ فيه ذمتها من الحادث، وتؤكد أن البناية مصنفة بعد زلزال 2003 في الخانة البرتقالية، وأن العائلة المعنية رفضت قرار ترحيلها للشاليهات. تبريرات لم تتقبلها العائلات التي تمسكت بمسكنها العتيق الذي نشأت فيه وترعرعت، ولم تطالب عوضا عنه سوى مسكنا محترما لا شاليه.